يا أهلا وسهلا بكل من وصل إلى هنا لمتابعتنا في قناة معرفة وأكثر. إذا كنت مشاهد جديد ندعوك للاشتراك معنا في القناة، ونرجو منك أن تفعل جرس التنبيهات لتصلك المقاطع الجديدة أولا بأول، ولا تنسى أيضا أن تدعمنا بالإعجاب في هذا الفيديو. إليكم اليوم فوائد تناول الزنجبيل في شهر رمضان المبارك. دعونا ننقل لكم نصيحة عدد كبير من الخبراء بالإكثار من تناول الزنجبيل تحديداً خلال شهر رمضان المبارك. فيا ترى ما سبب هذه النصيحة؟ وما الذي يمكن أن يقدمه لنا الزنجبيل في شهر رمضان؟ من أهم الفوائد للزنجبيل والاعتماد عليه وإضافته إلى وجباتنا وموائدنا الرمضانية خسارة الوزن، فقد وجدت بعض الدراسات أنه يمكن زيادة نسبة خسارة الوزن باستعمال الزنجبيل جنباً إلى جنب مع اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية. ومن المعروف أيضاً أن الزنجبيل يريح المعدة ويساعد على تحسين عملية الهضم، وبعض الدراسات التي أجريت في هذا المجال قد أكدت أن تحسين عملية الهضم تساعد على خسارة الوزن. رمضان والصيام وتناول الزنجبيل فرصة ذهبية لمن يعانون من الوزن الزائد، إنها فرصة بين يديك فلا تضيعها. يساعد الزنجبيل أيضاً على زيادة معدل الحموضة للأحماض المعدية، مما يقلل من معدلات إفرازات المعدة ويعمل على تسريع نشاط الإنزيمات اللازمة لعملية الهضم. بالإضافة إلى ذلك، فإن الزنجبيل يحد من الشعور بالرغبة في القيء والغثيان قبل بدء عملية الهضم داخل المعدة. يقلل الزنجبيل مع الصيام من مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول في الدم، إنها فرصة حقيقية لتساعد جسمك على التخلص من الدهون الثلاثية والكوليسترول وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية من خلال الزنجبيل ومنظومة الصوم التي يمتنع فيها الإنسان عن تناول الوجبات خلال النهار. يعمل الزنجبيل على رفع مستويات البروتينات الدهنية ذات الكثافة العالية، ويقلل من مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية. إذا كنت تبحث عن الشعور بالشبع خلال نهار رمضان، فالزنجبيل مهم، ويجب عليك أن تضيفه بطريقة ما إلى الوجبات الغذائية التي تتناولها خلال شهر الصوم. فالزنجبيل يساعد على الشعور بالشبع، مما يساهم في الحد من الإفراط في تناول الطعام ويقلل نسبة الشعور بالجوع أثناء الصيام. كما يعمل الزنجبيل أيضاً على زيادة حرارة الجسم وتوسيع الأوعية الدموية تماماً مثل الفلفل الأحمر والثوم أو الخردل. ومن الأطعمة ذات النفع عند تناولها مع مشروب الزنجبيل هي منتجات الألبان قليلة الدسم والأفوكادو والفواكه الحمضية. شهر رمضان فرصة حقيقية لأولئك الذين يرغبون في خسارة بعض الوزن، ويمكنك أن تحقق هذه الفرصة من خلال تناول مشروب الزنجبيل أو إضافة القليل من مسحوق الزنجبيل المجفف إلى وجباتك اليومية الرمضانية. فرصة حقيقية، أليس كذلك؟ نتمنى أن نال هذا الفيديو إعجابكم. وقبل أن تغادرونا مرة جديدة، ندعوكم لزيارة موقعنا الإلكتروني ومتابعة باقة جديدة من المواضيع المتميزة. نحن بحاجة لوجودكم معنا، فلا تحرمونا فرصة النجاح، ونتشرف بكم وبزيارتكم. نكبر بكم ومعكم إن شاء الله، وإلى اللقاء.